وبروكيور وافوكا وفرملي وشوفور تاع امبيلونس. المال مال راح. ما كان لا مال والو، درك تفهمني تتوي. من غدوه يا خويا نفريها، لازم غدوه ان شاء الله كي نجيب هذ الناس تفهمني، قول لي يا بابا واش راه راني رايح ندير في المستقبل. لازم منا حتى رايح تموت تقول لي واش راك راح تقول. تقول ربما انا الا بحث لك تحرق الدار، قول لي يا ابي ساحرق الدار. لا لا هذه ما تصراش. ما تصرا مادام تفتح دوش تقدر تحرق الدار. سبحان الله بالك تبيعها. ابي تشرس ما ايش فين هذا العقل ما يتقبلش. سبحان الله نروح انا ندير لي دوش، هاو برا واحد قال لي داير لي طابله قدور لاخر يبيع في الخضره، وحكى لي بلي كوم كوم مصطفى راه داير دي في فيديو تاكل فوق. كي شفتهم مع هكذا انا قلت ندير هذا الدوش. سمع هذا يا دوك اللي يحب يتاجر يتاجر. ها تليفون تاعك هذا؟ لا واقيلا. ريح 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 ما زدت مس والو. شوف داخل الفاليزه هذه انا نطلع دوك نهق الشابيتين، نطلع عند مصطفى نشوف قضيه الدوش هذه والمشاكل هذو ونعاودو من عندك. دوش فيديو تاك خلوطه مانيش عارف. دوك نطلع لعندو نفريها معاه ونجيك. وانت تقعد هنا في الباب ما تحركش، خاطش من روح ممنوع لك الدخول. اي خلاص شيخ. نو صاي انت نعود نجي على بالك بلي نعود ندير معاك واحد. الله اكبر الله اكبر. اشهد ان لا أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الملة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. ندير بك بلانت يعود واحد يمشي معك. ايه خلاص اعطيني ما كان والو. حط انت ديجا راك دونجي راه يمشي. حط الفاليزه ديجا راه يقول لي راهي ندخلك داخل الفاليزه ونسكر عليك هنايا كي اهل الكهف. 100 سنه ما تخرج. الله العظيم غير راني دايخ بالك انت موش بني. خلاص مانيش عارف وين رايح نتلاح ليك باصي ولا كش ما رايح ندير. يا شيخ خلاص نعطيك شويه من مخي.
فضحة كبير هذا يا صاحبي ليلى. أنا خلاص راح نهبل داخل راسي، ملي دخل تلقى شوف ريحة الصابون ريحة الدنيا في داري أنا دوش. هذه الفكرة كون درتها أنا. شد شد الحق لهيه هلا. شد لي الشاش تاعي لا مش ميتها. شد لي شاش. شد لي شاش. جبدها مليح. بس القندورة ردها. رد القندورة. رد القندورة. يا سنة. رد القندورة. شد شد البس. إيه جماعة كرم هنا الله يبارك. روح على الحاج الخضر يا مرتك ولاد فيديوتاك وبالك ديسكوتاك بالك ستاد برا يخدموا هذا يومين ولات هكذا سمانو كون غبت سمانه بالك تولي مطار هنايا واحد طالع واحد هابط. مصطفى مصطفى او يا حاج الخضر كي راك؟ ما رانيش يا مصطفى. هذا وش هي هذا الهم هذا وش هي الحاجة؟ تبارك الحياة راهي منورة هنا راني نشوف رانا قايمين بها دايرين لي فيلم دايرين مسلسلات دايرين الغناء دايرين مخصنا والو الله يبارك هذه الباطيمة كعب كي غادي نردوها راك تشعل. الله 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 يسلمك صح. ما على بالكش يا مصطفى باللي حاجة كيما هذه تقدر تضرني أنايا؟ ما عندك لا تصريح لا حتى حاجة هكذا برك زادم داير تجارة داخل العمارة تبيع وتشري وكان يصدموا عليا كونترول أنايا شكون غادي يشوفنا رانا مخزونين. تسمى دير كيما تحب مصطفى. نسيتك الحاج واش كل خير ان شاء الله. خير ان شاء الله. نمت واحد المنام في منام ربي هكا كل انت جاي لابس الابيض واه هكا قاعد تشوف لابس الابيض واه لابس الابيض وجاي تتمشى ولقيتني تقول لي ولدي مصطفى ولدي مصطفى ولدي مصطفى انا عقل جبت لي مفاتيح ما نعرف لا منا ولا منا ولا مش جبتهم لك منا واه جبت لك هكا عربه تاع مفاتيح وتقول لي ولدي مصطفى هكذا المفاتيح هكذا الفاتيح ما غادي لا تخلص لا كرا لا والو في هذوك منام ربي انا خلصت كرا زعما وانت في منام ربي تقول هذاك شنو تقول هذا المنام زعما هذه خير ان شاء الله هذوك مفاتيح كاميو اي نمد لك المفاتيح بان نحط لك فيها القش تاعك وتسهل ان شاء الله وانا نسوق الكاميو كندوره بيضاء ومديك مديك مديك ربي يعلم وين نحطك هذا به غدوه ان شاء الله تركب في الكاميو انت والمراه تاعك تحطوا قشكم وتروحوا تروحوا الكرا خلاص مصطفى من غدوه يخرج لكم الورقه تروحوا ان شاء الله واش كاين واش كاين هيه عسلنتك حج جوجي مانيش مليحه اختي نقول لك صح انت يا وراجلك راكم دايرين حاجه مش مليحه انا داير فيكم مني نهار الاول كي جيتوا لعندي قلتوا لي حنايا زواوله وعاوننا يا الحاج وكرينا نخدموا على رواحنا كريت لكم انا بصح مانيش عارف بلي نكريكم لكم بعد نكري جاكي شان ونكري الجماعه هذو كوليجو الطيارات ومنا انا ما كريتش الرومبو انا هنا فتاه اسمعني واش واش انا هذا مقدرك بزاف من بعد شوف انت غايب وحنا حاضرين هاي وغادي نقول لك حاجه ما راك تقولنا تخرجوا وتديكم الكاميون ومنا واش والله ما انا خارجينهم كيفاش تعال نقول لك والله ما انا خارجينهم انا لا فامي تاعي كاع تاع دوره ايه؟ وانا جداتي خطه انا مور وقت الدوره وخالتي ديسباري وخالي متقى بالرصاص سكيفي انا نقعد هنا في الباطيمه ونعيش هنا في هذا الجيري وما نخرج ونزيدك حاجه اخرى انا مريض انت مريض واه انا مريض انا بولي كلينيك انا هو اللي جو عندي المرضى انا ما عندي بلاش بيه انا نقول لك انا ثاني ما عندي بلاش بيه الحلوه مخلطه مع السنطه انا الحرب اللي انت اخو لك داروا الحرب انا الحرب انا الكيره كي تشوفني انا تشوف الكيره ولا هالحاجه انا كيما هكا نقول لك انا والله ما اعلم بيك والله ما ماني خارجه والله ما ماني خارجه هو مريض والله تحت لي يوم غادي تخلص طيح على روحك هاي 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 على روحك ما عليها الحاجه والله ما على بالي علاه يعني الحاجه ما عليش تروح وتروح علاش تهدرنا ولا ما تهدرش هادوك يعني لا شد شد كاسيتك صاير قول لك حاجه ضابط نخدم بوبا درتك دار لك حاجه يا الحاج العش شيطانه الحاج كاين طوموجيري يجي مهلك